نترقبها، ننتظرها جميعا، من المنتظر أن تكون طبعا الأجمل والأروع. السلام عليكم، أهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعداء جدا أن نلقاكم في العدد الثالث من برنامج في التسعين، عدد سيكون بنكهة إفريقية خالصة وببصمة جزائرية مع بداية العدد التنازلي لكأس أمم طبعا إفريقيا للمحليين. في هذا العدد سنتوقف عند آخر التحضيرات والرتوشات التي تسبق هذا الموعد الإفريقي الكبير. سنتكلم أيضا عن المنتخب الوطني بعد الخرجة الإفريقية الودية الإفريقية الأخيرة أمام المنتخب الغاني، التحليل الفني وتصريحات الناخب الوطني بعد المواجهة واللاعبين أيضا وكواليس أول مباراة تلعب في ملعب براقي، إضافة إلى العديد من المفاجآت في هذا البلاطو الذي أسعد فيه بالترحيب بالمحلل زكريني وخبر التحكيم كالعادة. أهلا مرحبا محمد. أهلا وسهلا كريم، جمهورنا الرياضي متتبعي قنوات التلفزيون الجزائري، السلام عليكم. كل ما يتعلق بالتحكيم في هذا الشان وآخر التحضيرات هي معك طبعا. نعم أتيت بها. الحقيبة إذن ممتلئة بآخر أخبار، لأن التحكيم مهم جدا وآخر القرارات أيضا، ما هي التعليمات التي منحت للحكام، القائمة، التحضيرات وكل شيء. سنفتح هذا الملف مع محمد زكريني، يلتحق وينضم إلى طاقم البرنامج أيضا الزميل العزيز محمد جمال. أهلا مرحبا محمد. مساء الخير، أهلا وسهلا بك كريم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة واللطيفة. شكر موصول للضيوف الكرام الرائعين الممتازين والمتفرجين الكرام الذين سيشاهدون معنا هذا العدد من برنامج في التسعين. حقيبة زكريني ممتلئة بأخبار ممتلئة الحكام، وحقيبة جمال ممتلئة بالأخبار والتحاليل الفنية. نمين يعني شرف، هو معروف بذلك. يلا مدام كنت هكذا ضيفنا الأول، يلا أنت من تقدمه وأنت من ترحب به. طبعا الزميل العزيز أيضا ابن التلفزيون، ابن التلفزيون رشيد أوكالي وهو رئيس لجنة تنظيم للشان، نفتخر بهذا الاسم وبهذا الزميل الذي هو اليوم مسؤول لجنة التنظيم، على عاتقه مسؤولية كبيرة. نحن هنا من أجل أن نتقاسم معه هذه المسؤولية في كل مكان وفي كل زمان، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح. هي مسؤولية كل الجزائريين من أجل إنجاح هذه الدورة. أهلا مرحبا رشيد. مساء الخير كريم، مساء الخير مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكون حصه ثريه ان شاء الله، ان شاء الله احنا حاضرين من اجل تنوين راي العام. رغم انك متعب ومرهق وجئت مباشره بعد اجتماعات ماراثونيه، اين وصلت اخر التحضيرات قبل ان ارحب بضيفي الثاني؟ لا الحمد لله نقدر نقول بانه الجزائر جاهزه من اجل احتضان كما سبق وذكرت طبعه مميزه لبطولة إفريقيا المحليين، هي الطبعة السابعة إن شاء الله راح تكون طبعة مميزة، خاصة وأن الجزائر وفرت كل الإمكانيات من أجل إن شاء الله باش تكون طبعة مميزة. ضيفنا الثاني هو أيضا عزيز على قلوبنا، واحد من خيرة ما أنجبت كرة القدم الجزائرية، حمل ألوان أكبر النوادي الجزائرية من شباب الوزداد إلى الوفاق الصيفي بطبيعة الحال، وتوج بالعديد من
هم ضيوف العدد الثالث من برنامج في التسعين، البرنامج الذي كما قلت اليوم سيكون بنكهة الشعان لأنه العد التنازلي بدأ وسنتوقف عند كل التفاصيل وكل الجزئيات. طبعا بدأت مع رشيد مباشرة الأمور تنظيمية. اليوم المباراة الودية كانت فرصة بالنسبة لكم كلجنة حتى توقفوا ربما وتكتشفوا ربما نقائص يمكن إصلاحها، ماذا يمكن أن تقول في هذا الإطار؟ صحيح، هي مباراة تجريبية، الحمد لله ربي وفقنا وكنا قمنا بمباراة تجريبية، مع أنه فضلنا كلجنة التنظيم اليوم كنا كمراقبين في هذه المباراة، ما كانتش يعني تنظيم من لجنة حتى نوقفوا على كل يعني الأمور اللي مطلوب علينا باش نحسنوها ونشوف بأنه شيء جميل، لأنه فيه كاين الكثير من الأمور اللي لازم نوقف عليها. وكانت فرصة هذه المباراة اللي إن شاء الله نعطوا أكثر تفاصيل من خلال الحصة، ولكن الجزائر حاضرة وجاهزة اليوم، نقدر نقولوا بأنه جاهزة وفي عدم الاستعداد لاحتضان إن شاء الله هذه البطولة. فني أمين عودية، تعادل سلبي من دون أن نسجل مرة أخرى، ولكن أحيانا المباريات الودية لا تشبه، ليس أحيانا بل في الكثير من الأحيان المباريات الودية لا تشبه الرسميات. على كل حال هي مباراة تطبيقية تقنية تكتيكية خاصة لإيجاد التوليفة المناسبة للناخب الوطني مجيد بوقرة لبداية هذه الدورة. أظن أن الناخب الوطني يعي جيدا ما يقوم به اتجاه التشكيلة الأساسية، خاصة الدورة دورة الشام حتكون في بلد نحن البلد المنظم. تقنيا وتكتيكيا المنتخب الجزائري أظن أنه جاهز، خاصة ما قدمه في النسخة اللي فاتت في كأس العرب. بعد أسبوع حيكون لنا الوقت الكافي، لا يمكن أن نقرأ هذا المنتخب، يجب علينا أن نرى هذا المنتخب كيف يلعب فوق أرضية الميدان وبعدها القراءة تكون مدروسة. قبل أسبوع لم تسنح لنا الفرصة أن نرى المباراة فوق المستطيل الأخضر ولا في التلفزيون. لما نكون على دراية ما يقوم به تقنيا اللاعبون فوق أرضية الميدان تحليلنا يكون منطقي وموضوعي. ومع ذلك محمد جمال هو امتحان صعب أمام منافس قوي، قال مجد بقرة اخترت منافسا قويا حتى لا أتفاجأ أمام منتخب ليبيا. صحيح، هو منتخب قوي وكبير منتخب غانا، والاختيار لم يكن عشوائي بل كان مدروس جدا. بالمناسبة منتخب ليبيا اليوم خسر بثلاثة مقابل واحد أمام الكونغو الديمقراطية في مباراة ودية تحضيرية للشام، ولكن لو نعود نرجع اليوم للمباراة بالذات كريم، هل لمين هي غياب اللمسة الأخيرة في الهجوم أم غياب فكر هجومي، خاصة وأنه الفرص المتاحة للمنتخب الجزائري في الشوط الأول كانت قليلة تقريبا أو نادرة، يعني ثلاث فرص أو فرصتين، عكس ذلك في الشوط الثاني كانت هناك فرص سانحة، ثلاث فرص للمنتخب الجزائري، فرصتين لمنتخب غانا، لأنه أيضا في الشوط الثاني منتخب غانا كان حاضر. نفسر هذا بأنه هو اختبار من أجل أن نعرف إلى أين يتجه المنتخب الجزائري قبل المباراة الأولى أمام ليبيا. أمين، أنت تحلل على الصور، لذلك دعنا نشاهد الملخص وبعد ذلك نترك لك المجال للحديث عن التفاصيل الفنية. ملخص المباراة بحوزة زميلنا علي جعفر. تطلع الجميع لاكتشاف جوهرة رياضية تسر الناظرين على مشارف مدينة براقي. العيون ترمق بفخر صرحا كرويا وتحفة معمارية، والقلوب تنتظر بشغف مستويات رجال المدرب ماجد بوقرة في أول خرجة لهم على حديقتهم الجديدة وآخر اختبار قبل مغامرة الشان. على المستطيل الأخضر كانت البداية بمحاولة وحيدة من مختار بالخيثر بعد 10 دقائق لم تحمل صفة الخطورة، وقبل انقضاء ربع الساعة الأول جاءت أول محاولة جادة للخضر، لكن أيمن الأحمري خانه التركيز.
بعدها حاول حسين دهيري استغلال توزيعة بالخيثر وكرته علت العارضة الغانية. الدقيقة 23 شهدت أول محاولة من الضيوف بتسديدة أرضية تعامل معها الحارس غندوز بسهولة. الفرصة الموالية لغانا اقتربت من الخطورة لولا أن أغلقت زاوية التسديد. حاول الخضر تحريك الشباك في آخر دقائق الشوط الأول، عمل ثنائي منسق ختمه الهداف أحمد قندوسي بتسديدة من زاوية مغلقة والكرة انتهت بين أحضان الحارس. وكانت تسديدة شيتا آخر ما في المرحلة الأولى التي لم ترقى للمستوى المنتظر. منتخب غانا حاول نقل الخطر مع بداية الشطر الثاني على عدة محاولات، وبعد خمس دقائق استعاد الخضر زمام المبادرة بفرصة أولى غابت عنها الدقة، وكاد بعدها البديل كريم عريبي أن يبصم على حضوره في أول لمس للكرة. في الدقيقة 75 جرب أكرم جحنيط التسديد من بعيد إثر كرة مرتدة، بعدها جاءت محاولة أخرى من مختار بالخيثر دون جدوى، تلتها فرصة ضائعة من كريم عريبي. الغانيون حاولوا المباغتة في مناسبتين أخطرها عند الدقيقة 80. في الدقائق الأخيرة توالت محاولات المنتخب الوطني لا سيما من طرف البدائل الذين زج بهم مجيد بوغرا في الشوط الثاني، لكن الفعالية غابت والتركيز لم يحضر، فانتهى الاختبار الأخير للخضر قبيل الشان بالكثير من النقائص التي وجب تداركها والعديد من الدروس التي يجب الاستفادة منها. ومن أجل هذا منتخب الجزائر هو أربع مباريات دون فوز من خلال المباريات الودية اللي لعبها. هل تؤثر جبال نفسية؟ هذا هو المهم في المنتخب. لما مهاجميك ما يسجلوش الأهداف، أول شيء هو نرى نعلم جيدا أن تكون من نقص الثقة، فلهذا مساعدة زملائهم فوق أرضية الميدان مطلوبة، هذه واحدة. مساعدة الجمهور للاعبين الهجوم هذه من شيء ثاني، لأن الناخب الوطني يعتمد على هذا نفس اللاعبين تقريبا منذ سنة منذ كأس العالم، فلهذا الناخب الوطني موجودة. تنقص بعض المباريات التي سوف تسمح لهم من نعلم جيدا أن في أول خرجة لهم على حديقتهم الجديدة وآخر اختبار قبل مغامرة الشان. أنا أتابع كريم عريبي هو مهاجم جيد، مهاجم شباب الوزداد، ولكن يمر بفترة فراغ دامت، ضغط رهيب، ولما شباب الوزداد يقوم بنتائج جيدة مع مدربهم الكوكي، ونرى أن هذا الضغط لماذا؟ لأنهم تنتظرهم الشامبيونز ليج، هم يريدون التتويج بها، فهذا شيء عادي. يجب على هذه المهاجمين المساعدة مطلوبة من زملائهم، الناخب الوطني يساعدهم بكامل طاقته. يبقى الآن الشيء المهم والأهم في كل هذا هو ثقة الجمهور، هل الجمهور سوف يصبر على هذه المهاجمين أو لا؟ من هذا المنبر نحن هنا لنساعدهم بانتقاد بناء يمكنهم إن شاء الله من فك العقدة. على ذكر الجمهور رشيد، المباراة الافتتاحية ستلعب بأكشاك مغلقة. صحيح، كل التذاكر بيعت وإن شاء الله راح دعم الجمهور راح يكون إيجابي. صحيح لازم اللاعبين لازم لهم ثقة، وإن شاء الله نطلبوا من الجمهور باش يكون يصبر على هاد اللاعبين حتى إن شاء الله أن يسجلوا أهداف، وبعد ذلك راح تدخل يعني الأمور في نصابها، وإن شاء الله راح من المباراة الأخرى الفريق راح طبعا تاريخيا ذكرين لما احتضرنا كأس أمم إفريقيا 1990 المنتخب أقصي من كأس العالم في مباراة فاصلة، ولكن الحضور الجماهيري الكبير في ملعب 5 جويلية بفريق تغير آنذاك مع شيخ المدربين ربي رحمه عبد الحميد الكرمالي صنع الفارق خاصة في المباراة الافتتاحية أمام نيجيريا والنهائي. لذلك نعود دوما إلى تأثير الجمهور ودوره الكبير في هذه الدورة. طبعا شحال حنا خسرنا في 89 مع المنتخب المصري في القاهرة لما شفنا الهدف كيف سجل على الحارس العربي، يعني لما نعود الى الوراء كانت هناك مخالفه يعني، ولكن وقفت بسرعه على رجلنا، ولكن كان بعض الاشهر فقط بينها وبين كاس افريقيا للامم في 90 في الجزائر. لما المباراه ما تنساش مباراه الافتتاح كان ملعب 5 جويليه مكتظ على اخره، بقول واكرر مكتظ على اخره، حماس الجمهور
والجمهور الذي كان يريد المنتخب الوطني أن يفوز بهذه الكأس في أول مباراة. فزنا بحوالي 5-1 إن لم تخني الذاكرة، 5-1 كانوا لاعبين كبار بكل صراحة نقولها، كان مدرب كبير رحمة الله عليه عبد الحميد كرمالي رحمة الله عليه، ولكن الرجل الأول في الملعب كان الجمهور. الجمهور هو المنتخبات أو الفرق من يساندها؟ يساندها جمهورها. لما وإحنا نحن نعرف أن الشعب الجزائري أو الجمهور الجزائري الرياضي الجزائري هو يعشق كرة القدم حتى النخاع بكل صراحة، يريد الفوز يريد، ولكن أن نكون إيجابيين مع المنتخب الوطني ده في أرضية الميدان أو في لما نروح للملعب نكون إيجابيين مع المنتخب الوطني ونساند المنتخب الوطني لكي، لأن البداية مع المنتخب الليبي تكون البداية صعبة ما، ولكن لا بد أن نكون وراء هذا المنتخب. أنا أؤيد أمين لما يقول نكون مع المنتخب، إحنا رانا مع المنتخب، وإذا انتقد المنتخب يكون الانتقاد الإيجابي للدفع بالمنتخب إلى الأمام. إن شاء الله تكون الجماهير الجزائرية واعية بهذا الظرف الذي يمر به المنتخب المحلي وبكرة القدم بصفة عامة، وإن شاء الله تكون نتيجة إيجابية بإذن الله. أنت تعرف جيدا أمين عودي يا مجد بوغالا، لعبت مع 4 سنوات، تعرف بأنه يحب مهنته كثير ويحب كرة القدم وواقع أيضا. لذلك قبل ما تنتقده أنت وانتقده في هذا البلاطة هو ينتقد نفسه، نستمع سويا إلى التصريح الذي أدلى به بعد نهاية المباراة ثم نعود لنفتح النقاش مجددا. بسم الله الرحمن الرحيم. Bah écoutez, c'était un bon match test, je pense, pour les deux équipes, deux belles équipes, de bon niveau. On a vu un bon match avec voilà, deux équipes disciplinées tactiquement, où que c'était difficile à trouver les espaces pour les deux équipes. Un match, on va dire, équilibré. C'est certain qu'on a eu beaucoup plus d'occasions qu'eux. Voilà, ce qui nous a manqué, c'était ce but-là, ce dernier geste, cette dernière passe. Mais voilà, il y a eu beaucoup de bonnes choses, surtout dans l'état d'esprit où on a vu une équipe voilà, qui était très solidaire, surtout dans les efforts défensifs. Et après, voilà, beaucoup de déchets, je trouve. On a un peu abusé des jeux longs, ce qui n'était pas prévu, mais c'est pas grave. Ça nous permettra justement de régler ces choses-là. En termes de possession, on pouvait faire beaucoup mieux, parce que je pense que c'est ça qui nous permettra de trouver ces espaces. Surtout contre des équipes regroupées comme ça, c'est toujours difficile de trouver nos 2-8, par exemple Kendouci et Draoui. On a travaillé sur ça, on a eu l'occasion on a pu rentrer dans le domaine technique, de demander à certains joueurs de faire des mouvements justement pour créer l'espace aux ailiers qui rentrent, etc. Donc voilà, mais très content de ce match, ça va être un match avec beaucoup d'enseignements. Taban. يتحدث مجد بوغريا أمين عن عدم رضاه بالكرة الطاولة اللي اعتمدوها كثيرا في هذه المباراة، على نسبة الاستحواذ التي لم تكن بالنسبة التي تمناها، ولكن يعترف في نهاية المطاف بأنه استفاد كثير من هذه المباراة. صحيح، هوية الكرة الجزائرية هي تعتمد على الكرة القصيرة منذ نعومة أظافرنا. نحن كلاعبين نعرف جيدا ان الكره الجزائريه لا تعتمد على القوه البدنيه. في بعض من المرات في السابق كنا نريد ان نعطي هويه جديده لكرتنا، وهي الاعتماد على اللاعبين ذوي البنيه وذوي الصراعات القويه، ولكن هذا ليست من هويته. فلهذا مجد بوغرا يعي جيدا ما يقول. من جهه ثانيه رايت انه تكلم، لم نكن نستطيع ايجاد رقم 8 قندوزي و لاعب شيتا، فلهذا أظن أن غياب ميريزاق على هذه المباراة، ميريزاق لاعب جيد وأثبت هذا في الفريق الذي يلعب فيه وفي كأس العرب الفارطة، فلهذا أظن أن ميريزاق في هذا المنصب ورقة رابحة جدا للناخب الوطني. تبقى ما رأينا الذي ترى الأنسب في الوسط قندوزي في كل الأحوال يجب أن يلعب لأنه يعتبر هداف البطولة. ميريزاق في هذا المنصب الذي تكلم عليه بالذات هو لاعب ذو مستوى عالي، وسوف
أنصح مجيد بوقرة من هذا المنبر أن يبني على هذا اللاعب في بناء اللعب، يجب أن يبني عليه لأنه لاعب ذو موهبة وأراه مستقبلا في المنتخب الوطني الأول. فلهذا مجيد بوقرة أظن أنه لم يريد أن يكشف على أوراقه الكاملة في بداية المباراة، وهذا منطقي جدا. أراد ربما أن يعطي الفرصة لبعض اللاعبين لكي يحتكوا، لأن فيه اللاعبين اللي عندهم الخبرة لعبوا كأس العرب وعندهم فترة زمنية كبيرة في هذا المنتخب، هم الذين سوف يلعبون المباراة الأولى. الآن أراد أن يعطي بعض اللاعبين بعض من الرصيد لكي يدخلوا في المجموعة، لأنه يريد الاعتماد في دورة كروية مثل هذه. يجب الاعتماد على اللاعبين التي تم استدعائهم الكل، نحن بحاجة إلى كل اللاعبين. تبقى أهم في كل هذا أخي كريم هو تسجيل الأهداف. هذا منطقي جدا بحكم أن المباراة ضد غانا كانت في ملعب جديد، لن يكون ضغط، لا يوجد ضغط. أرى أن كأس العرب كان فيها ضغط، ولكن هذه الشان أنا أقول للاعبين يجب أن تلعبوا دون ضغط، خاصة وأن الفرصة مواتية لكم لكي تقدموا أوراق اعتماد. نعلم أن جيل المنتخب الأول نقدر نقول أنه سوف يتغير بشكل كبير، فلهذا يجب على اللاعبين أن يتمتعوا فوق أرضية الميدان ويعطوا كل ما لديهم لناخبهم الذي وضع فيهم ثقة. نحن يسهلون لنا المأمورية من خلال تحليل موضوعي ومنطقي، لكم كصحفيين أيضا، وتكون لهم الفرصة لكي يقدموا أوراق اعتمادهم للناخب الوطني. اتفقنا جماعة، شفت 90 دقيقة كاملة شفناها سويا، استنتاجك الآن كإعلامي وكناقد. نظن بأنه الشيء اللي قالوا المتخصص تحدث فنيا، فنيا من ناحية شخصية نقول بأنه هذا اختبار مهم جدا للمنتخب الجزائري قبل الاختبار الرسمي. نظن بأن هناك أشياء جيدة لم يتم الكشف عن كل الأسرار ربما والإمكانات والطاقات للمنتخب الجزائري. استعمل بوقرة 5 أوراق بديلة فقط، هناك لاعبين أساسيين مصابين سيلتحقون بالمنتخب. 5 لاعبين، نعم. إذن أنا نظن بأن هذا التعادل للمنتخب الجزائري أراه مفيدا جدا كدرس قبل المباراة الأولى والرسمية. اتفقنا. مقطع آخر ثاني للناخب الوطني يتحدث فيه عن التحضيرات التي تسبق المباراة الافتتاحية أمام منتخب ليبيا. Écoutez, c'est pour être honnête, je me suis senti un peu en Europe. Voilà, beau stade, tout neuf, avec une bonne pelouse, des infrastructures comme vous l'avez vu, même pour vous, la salle de conférence est magnifique. Donc voilà, très très fier pour notre pays et très heureux de jouer dans un stade comme ça, surtout pour nos joueurs avec une compétition qui est la CHAN. Et comme je le disais, cette CHAN va être une des meilleures dans le sens où qu'en termes d'infrastructure, on a tout ce qu'il faut, pelouse, stade de qualité. Donc ouais, c'était très agréable et très fier. Bah écoutez, la préparation s'est très bien passée. Voilà, on a eu des joueurs qui ont couru. Et voilà, le joueur algérien, on va dire les joueurs que j'ai, c'est des joueurs qui ont plein d'énergie, même des fois un peu trop. C'est pour ça des fois on confond vitesse et précipitation. Ils veulent tout faire à 2000 à l'heure, que ce soit les passes, les positionnements, même les frappes. Donc c'est là-dessus qu'on essaie de progresser dans cette maturité. Je leur dis souvent qu'il faut qu'ils aient plus de maturité, plus de calme. Dans un match, il y a des temps forts et des temps faibles. Eux, c'est toujours temps fort. Donc, c'est une bonne chose. Et on l'a vu, surtout nos milieux de terrain, des joueurs qui ont pressé leur milieu de terrain dans tous les secteurs. Et c'est ça qui nous aide aussi à rester très compact. Après, si je fais le point de tous les matchs amicaux qu'on a fait, voilà, à part le Nigeria, l'équipe A, je me souviens pas d'avoir eu une équipe qui nous ont vraiment, vraiment dominé. Donc ça, c'est bon signe. Alhamdoulilah, on prend pas beaucoup de buts, à part le match du Sénégal, où c'est vraiment deux erreurs, on va dire, tactiques et de concentration. Mais il y a plein de choses positives comme ça qui nous rassurent pour ce début de compétition. Voilà, il nous manque ce but. On va continuer à travailler dessus, on travaille. Ne pas se précipiter, ou souvent, on a toujours un temps de retard dans le contrôle avant de faire la passe. Donc je pense aussi que c'est une question de confiance. C'est ce que je leur dis, je préfère qu'ils tentent et qu'ils ratent une passe vers l'avant ou tenter une dernière passe que voilà, prendre la formation au dernier moment et perdre 2 secondes.
Donc, mais très positif et très confiant pour Inch'Allah le début de la compétition. مجيد بوغرا يفتخر ويعتز بإجراء مباراة في ملعب تحفة اسم طبعا ملعب الراقي. يتحدث أيضا على الشغف والحماس الزائد عند لاعبينا، ستفصل في ذلك. ولكن من جهة أخرى يقول بأننا سيطرنا على أغلب منافسينا في المباراة الودية. يتكلم عن الصلابة الدفاعية كنقطة قوة، ويتكلم أيضا عن غياب اللمسة الأخيرة. ما هي خلاصتك واستنتاجك وتحليلك لهذا التصريح؟ وشاطر الرأي أن هاد اللاعبين محظوظين باللعب قبل دورة الشان في ملعب مثل ملعب الراقي. أي لاعب يتمنى أن يلعب مثل هذه المباراة، خاصة أنها في بلدك. هاد اللاعبين شبان ولهم كل الوقت إن شاء الله لكي يكونوا لاعبين كبار. تكلم على نقطة هامة جدا، وهي قال أن اللاعب الجزائري يريد أن يفعل كل شيء في لحظة واحدة في نفسه. وهذا راجع إلى نقص التكوين. نحن نقص التكوين اخي كريم. لا بارتي انيسياسيون، لا بارتي نقولها بالفرنسيه انيسياسيون بري فورماسيون فورماسيون. نقول ان اللاعب الجزائري لم يكن له التكوين الذي كان سوف يسمح له في لا بارتي برو بوست فورماسيون يكون بمثل هذه المواصفات التي تكلم عليها مجيد بوكر. لا يمكننا ان نلوم اللاعب الجزائري. اللاعب الجزائري لكي بكل ما يتمتع بإمكانيات بدنية وتقنية فوق أرضية الملعب، لما كان صغيرا لم تكن له الفرصة مثل ما كانت الفرصة. مثلا أتكلم على نفسي، لم تكن لي الفرصة مثل ما كانت لمجيد بوغرة أو جمال مصباح وكريم مطمور الذين تكونوا في أكبر الأندية الأوروبية. ومع هذا نجد أن اللاعب المحلي يزاحم اللاعب المحترف في المنتخب الوطني. هذه نقطة مهمة. ثانيا نعلم جيدا أن في لو شونتيي تاع ماتش دو فوتبول ولا ان انترينور كيما مجيد بوغرا، ان تسجيل الاهداف هو اصعب مهمه التي تتطلب وقتا. اظن ان الناخب الوطني يشتغل على هذا منذ زمن، الوقت كان في صالحه. تكلم ايضا على الثقه. دفاعيا يوجد صلابه حقيقه. الحارس قندوز او الحراس الثلاثه هما حارسين متمكنين، ولكن كل هذا يأتي مع ثقة الجمهور. تحس أن اللاعب المحلي، نقولها بكل صراحة أخي كريم، لا يتمتع بالثقة اللازمة، خاصة لما يلعب، لما يكون حدث مثل هذا وحدث تشامبيونز ليج. هو له ضغوطات، يريد أن يلعب في المنتخب الأول، يريد أن يرضي نفسه، يريد أن يرضي ناخبه، يريد أن يرضي الجمهور، وتجده في الآخر يخرج من دون أن يرضي أحد. شكرا جزيلا. فلهذا أنا سوف أركز على هذه النقطة. هناك لاعبين جيدين وسوف يكونون في المنتخب الأول. هذه الدورة هي التي سوف تسمح لهم بأن يؤجلوا أو يعجلوا. اتفقنا. دعنا نستمع إلى سأأتي لك جمال، ولكن مدام تكلم عن اللاعبين. الحماس الزائد لمين؟ هل هو مفيد أم مضر؟ يتكلم عن الحماس الزائد بالنسبة للاعبين. قول لي برك هذه المدة. هذه الظروف هو مضر. الآن يجب أن تتمتع بكل هدوئك وتعطي لكي جمهورك يتفاعل معك. يجب أنت الذي تعطيه للطوب كوموندي احنا في الكروية. نستمع إلى اللاعبين والتصريحات التي رصدها لنا زميلنا صوفيا مهني بعد نهاية المباراة. هذه الأرضية في الميدان أرضية جميلة، والحمد لله اليوم كانت الجمهور كان حاضر. اليوم كانت إلى مباراة تحضيرية لبداية الشان. ان شاء الله ان شاء الله احنا نسيو كيفاش نصحوا الاخطاء اللي درناها اليوم مع الطاقم الفني. ان شاء الله احنا الاهم هو نكونوا حاضرين يوم 13 ان شاء الله، نكونوا في بدايه الشهر ان شاء الله. الحمد لله دوك الطاقم الفني راهو يعمل على كل كبيره وصغيره باش يحضرنا في اول مباراه. ان شاء الله احنا نديروا العين ان شاء الله باش نفرحوا الشعب الجزائري. بون الملعب ما شاء الله، ما عندنا ما نقولوا على الملعب، على الارضيه ايضا. اليوم كلش كان ما شاء الله، الحمد لله الجمهور كان حاضر. ان شاء الله نتمنوا يكونوا حاضرين اكثر ان شاء الله، وراح يكونوا حاضرين ان شاء الله مع ليبيا. هي مباراه تحضيريه، سي فري النتيجه ما تهمناش كثير، لكن الاداء احنا يهمنا. فيه امور نحسنوها ان شاء الله، عندنا اسبوع باش نعملوا هذا قبل مباراه ليبيا. وكما قلت من قبل، المباراه المهمه والاهم هو امام ليبيا ان شاء الله.
والله مقابلة هذه احنا كنا عارفين من الاول ما راحش تكون سهله سيختو منتخب غانا منتخب قوي مي احنا هذا سيت كيما نقولوا بريباراسيون باش نحضروا به البروشان ماتش باش يكونوا واجدين ما كانش تهمنا بوكو الريزيطا واتش كمل 0-0 درنا كرينا دي سوكازيون كنا قادرين نربحوا كيما كنا قادرين نخسروا مي احنا ليسونسيال ان شاء الله نكونوا حاضرين بريمير ماتش مع ليبيا ان شاء الله ثقة كبيرة إذا جمال عند كل العناصر الوطنية قبل المباراة أمامه من المنافس كما يقول رشيد وزكريني هو من المرشحين للتتويج بالشام طبعا احنا نتكلموا عن المنتخب وأيضا نسينا المنافس دائما المنافس لازم يكون حاضر في التحليل والحديث لأنه الأمر يتعلق بغانا لعب نهائيين 2014 و2009 وجاء إلى شان الجزائر من أجل أن يكون أو يظهر بصورة أحسن هناك منافسين آخرين منتخبات أخرى عندها مباشرة مثل ما قال رشيد المنتخب الأول عندهم وعندهم مباشرة المنتخب الأول الذي يشارك في كل البطولات والمنافسات فبالتالي لا يمكن الحديث عن المنتخب الجزائري وما أظهره اليوم وما قدمه اليوم في هذه المباراة دون الحديث عن منتخب غانا الذي كان أفضل في رأيي في الشوط الثاني منه في الشوط الثاني نعم أحسن من الشوط الأول للمباراة ولكن رغم ذلك المنتخب الجزائري كان حاضر وكانت فرص وكذا واقترب مرتين أو ثلاثة من التسجيل لم يكن له ذلك نظن بأنه العمل سيكون أحسن وأفضل أمام في المباراة الأولى أمام ليبيا حتى وإن كانت المباراة ستكون أظن أنها لن تكون سهلة أمام ليبيا اتفقنا جمال تحدثنا عن الجانب الفني ولكن الجانب التنظيمي كان مهم اليوم رشيد في هذه المباراة مع تجربة تنقل الأنصار عبر الحافلات والتنظيم وكل ما حدث في الكواليس نتابع سويا هذا التقرير وبعد ذلك ندخل في التفاصيل التنظيمية رفقة رئيس لجنة التنظيم أشهر 20 حافلة وضعتها المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر وسط ظروف تنظيمية محكمة لضمان التنقل بأريحية ووسط ظروف لاقت استحسان المناصرين عجبني الحال كتروح في البيس آلاز بيان شغطونه بالمقارية ما كاينش مشاكل تنظيم محكم تنظيم الله يبارك توفير الحافلات توفير النقل وصلوا راه في المستوى تاعهم راهم يوصلوا الكرام يجيبوا من الصابلات لهنايا والحمد لله ما كان حتى مشكل استقبال كما يقولوا الدخول في المستوى تغير كبير هذه مفخره لنا ومفخره للجزائر نفتخروا بالملاعب اللي راهي تشيد ان شاء الله لهذا الشان وان شاء الله للكوب دافريقيا ان شاء الله وصول المناصرين لملعب براقي الجديد كان في ظرف وجيز وحتى الدخول للملعب كان بطريقة سلسة ومنظمة حيث قدمت كل التسهيلات من طرف المنظمين خصصت المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه حضري الجزائر العاصمة 20 حافلة على مستوى صابلات التي ستقوم بنقل أنصار المنتخب الوطني الجزائري في ظروف حسنة وجيدة وكما ستقوم أيضا نفس الحافلات بإرجاع أنصار المنتخب الوطني إلى نفس النقطة التي انطلقت منها الحافلات الملعب التحفة بات جاهزا لاستقبال مباريات الشان كل الأمور ضبطت والموعد مع انطلاق البطولة إذن هكذا كانت الأجواء التنظيمية الخاصة بتنقل الأنصار من مختلف النقاط التي حددتها لجنة التنظيم ما هي الاستنتاجات الآن بعد هذه التجربة الأولى التي ستستمر حتما رشيد في خلال الشهر؟ إن شاء الله هي كانت فقط يعني إحنا كنا حرصنا باش نكونوا يعني بور سوبرفيزي يعني حتى نوقفوا على كل ما شفناه من نقائص والحقيقة شفنا الكثير من النقائص بالنسبة لدخول الجمهور حتى وين شفنا العديد من الجماهير كانت يعني لاحظت بأنه فيه نقولوا تقدم في ناحية استقبال الجماهير ولكن احنا بالنسبة للجنة المنظمة شفنا بلي كانت فيه نقائص كبيرة على سبيل المثال في التنسيق كان في التذكرة كان مدون أنه افتتاح الأبواب يكون الساعة 12 ولكن المعلومة اللي كانت مشات في وسائل سواء عند الأمن
او في اللجنه كانت يعني انه الساعه الثالثه مساء تنفتح الابواب، كاين فيه يعني وفود كبير للانصار، جاوا من الساعه 11 صباحا وما فتحتش الابواب حتى بعد ما لاحظنا انه فيه توافد كثير والابواب غير فتحت، حتى عطينا الامر باش يفتحوا لهم الابواب. داير نعتذر من الجماهير اللي جات، كان يعني خطا في التنسيق، لهذا نحبوا مباريات مثل هذه تجريبيه نشوفوا باش نوقفوا على هذه النقائص من اجل تحسينها. كان ايضا ممكن احنا كجمهور تعودنا نلوموا التلفزيون الجزائري على الصوره، ولكن الصوره لازم نعرفوا الامر بانه لازم امور كثيره حتى نلحق نعطي صوره اش دي للمناصر. كاين كما شفنا في اللقطات كاين فيه بعض المناطق اللي يعني الاضواء الكاشفه ما كانتش بالنوعيه اللازمه حتى نعطي صوره واضحه وفي المستوى للمناصر. يعني راح نوقفوا على كل هذه، فيه خبراء راح ياتوا من اجل تصحيح هذه الامور. حتى بالنسبه يعني الابواب دخول المناصرين كان فيه ايضا امر لازم نصرحوا عليه للمناصرين تاعنا، كل شيء موفر في الملعب، يعني نقدر ناكل في الملعب بدون ما نجيب معايا من المنزل، وكانوا يكتبوها لهم في التذاكر انه ما نجيبوش معنا دي ساكادو او حتى حقائب، اي نوع حقائب من الحقائب ما يكونش مسرح لهم بالدخول. وكاين فيه اليوم عدد كبير من الجماهير جات بالحقائب، حتى الحمد لله مشينا يعني امام الابواب وكنا يعني امام امر يعني محير، لانه حتى وين نمنع المناصر هذا اللي جاء منذ 4-3 ساعات وينتظر تمنعوا من الدخول او تطالبوا بيخلي الحقيبه وين راح نخليوها؟ معناه ما كاش اليوم يعني سيتي اكسبسيونيل، يعني ظرف خاص تركنا المناصرين دخلوا بالحقائب ديالهم، ولكن من هذا المنبر نقول باللي المناصرين كل شيء موجود في الملعب، يعني والحقائب يعني في القوانين الكاف والفيفا ممنوعه باش تكون بالنسبه للمناصرين لدخول الملعب. ان شاء الله كاين امور اخرى تنظيميه راح نوقف يعني بالنسبه للمداخل المخصصه سواء وسائل الاعلام او الكبار الشخصيات او كل المدعوين. يعني احنا وقفنا اليوم شفنا بانه الامور ما كانتش مشات كما ينبغي، ان شاء الله راح نحسنوها في الايام القليله القادمه حتى يكون عندنا يوم حفل الافتتاح كل شيء مضبوط ان شاء الله. تهمنا كثير مباراه الافتتاحيه جبل حيكون فيها الجمهور كبير، لانه اليوم لم تكن جماهير حاضره بقوه ولكن باكشاك مغلقه، يعني نفس الطريقه، هل عدد الحافلات يكون اكبر؟ هل التوقيت سيحدد بدقه؟ لانه هذه الجزئيات اللي تصنع الفارق، خاصه نجاحات الافتتاح مهم جدا. صحيح يا رشيد. اليوم والي ولايه الجزائر اللي هو مشكور على ذلك، سيد والي ولايه الجزائر وكذا وزاره النقل، وفروا يعني عدد قليل من الحافلات، وهذا مقارنه بعدد التذاكر التي بيعت. حتى عدد التذاكر التي بيع لهذه المباراه هو كان مخطط له، لم يعني مدروس، كان مدروس، طرحت 10,000 تذكره فقط لانه مباراه تجريبيه، ما كانش من معقول انه نطرح كل تدارك للبيع، كل تذاكر عفوا للبيع. اما بالنسبه للبطوله يعني ابتداء من يوم حفل الافتتاح، وزاره النقل وكذا سيد والي ولايه الجزائر وفروا 500 حافله من 8 نقاط، اليوم كان فيه نقطتين فقط من اجل لا باس نذكروا بالنقاط ايضا مهم جدا. هكذا يعني في لازم نقدموهم لكم لانه سنقدمها عبر ومضات اشاريه، فيه جويليا، فيه منتزه الصابنات، فيه منطقتين، فيه ايضا محطات القطار في بيرتوتا، يعني كاين محطات قطار اكثر، فيه محطات القطار بالحراش. لكن باش نذكر لكم الثمان نقاط افضل نرسلوها لكم، وراح يكون فيه يعني العمل الترويجي مستمر عبر قنوات التلفزيون الجزائري. اما خاصه ايضا ذكرت شيء مهم، انطلاق موعد انطلاق هذه الحافلات نحو الملعب، ويعني اخر حافله متى تنطلق، لانه لازم الجمهور يكون حضر من قبل حتى نسمح دخول سلس للمناصرين.
يعني راح يكون فيه ان بروغرام مضبوط، وفي الخروج المناصرين ايضا. يعني نعطي تفصيل فقط كيفاش راح تكون العمليه، اذا كان يعني من ملعب 5 جويليا، من لو باركينغ تاع 5 جويليا، مرقب 5 جويليا، نقولوا بانه جاوا حوالي 30 حافله او 40 حافله تنقلت من ملعب 5 جويليا نحو ملعب براقي. لازم 50 حافله اللي جابت المناصرين تكون يعني موجوده عند خروج المناصرين، مش نفس الطريقه. ممكن راح نجيبوا 10 حافلات وراح يديروا لي نافات، يعني راح يمشوا ويرجعوا للملعب، هذه في الذهاب. ولكن في الخروج اذا مشينا الى كانت فيه 20 نافات ولا 40 ولا 50 نافات، نفس العدد لازم يكون حتى يغادروا في نفس الوقت، حتى يغادروا في نفس الوقت. وان شاء الله المعلومه راح نتكد كثير عنها احنا وسائل الاعلام، خاصه التلفزيون الجزائري، من اجل الترويج لهذا الشيء، وان شاء الله نوفقوا جميعا في التنظيم. محق رشيد، لانه النجاح في هذه الجزئيات ويصنع في هذه الاشياء الصغيره رشيد هي اللي تنجح العمليه. وزائد نذكروا لانه هناك قطاعات ايضا استراتيجيه تشارك في هذه العمليه وهي مشكوره من اجل انجاح هذا العرس الذي هو عرس الجزائر. انت تكلمت على وزاره النقل وذكرت قطاعات اخرى مهمه جدا، نسيت قطاع مهم اللي هو اليوم وقف قطاع الدرك الوطني اللي كان حاضر معنا، وكان يعني كل مسؤولي القطاع كانوا حاضرين معنا، وتنقلنا يعني في الملعب في كل المناطق، وما مشكورين على ذلك. الحق فيه تجاوب كبير وفيه تسهيلات كبرى، واليوم شفنا كل الامور اللي عرقلت شويه نقولوا دخول الجمهور، ان شاء الله راح نوقف عليها حتى تكون ان شاء الله. زائد الامور الاخرى المتعلقه بالصحافه رشيد، وانت تعلم بان الصحفي هو الذي ينقل هذه المشاهد وهذه الاشياء، فبالتالي الامر هذا مهم. الجزئيات الصغيره والبسيطه هي اللي تنجح. جمال حل في الصحافه اجنبيه ايضا بالضبط. اما بالنسبه للصحافه فيه نفس الطريقه، ولكن فيه ثلاث نقاط، يعني ثلاث نقاط ممكن نذكرها نقدر فيها ملعب 5 جويليا، ولكن داخل الملعب يعني لو باركينغ اللي داخل ملعب 5 جويليا. فيه ايضا مركز الصحافه في اول ماي، وفيه ايضا هاني نسيت الثالث. معلش نسكرها بعد ما المهم موجوده لا فيه ثلاث نقاط راح نحرص عليها ان شاء الله. فيه ثلاث نقاط بالنسبه للصحفيين. لا المركز الثالث هو يعني الفندق اللي كان ريكوموندي الخاص بالصحفيين الاجانب وحتى المحليين، يعني هو في باب زوار فندق اللي كان مخصص للصحافه، راح يكون نفس المنطق. لكن بالنسبه للصحفيين الحافله راح تدخل حتى البوابة اللي مخصصة للصحافة إن شاء الله. لأن حان وقت فتح الحقيبة التي أحضرها محمد زكريني جمالة. حقيبة مملوءة عامرة بالأسماء وبالحكام وبالعملية التحكيم والطريقة والمستجدات والتعليمات والتوجيهات. تفضل إليك الخط. لا نبدا واش قال رشيد واش قلتوا انتوما، كل واحد تكلمتوا على القطاعات. كل الجزائريين مشاركين في إنجاح هذه التظاهرة، كل الأسلاك الأمنية. لما نقول الأسلاك الأمنية لا ننسى الجمارك، لا ننسى الحماية المدنية، كل الناس، كل من له من قريب أو من بعيد، من أجل إنجاح هذه الدورة كما نجحت دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران. الجزائر لما تتقدم من أجل تنظيم أي دورة أو أي تكون دائما في المستوى، وهذا بمساعدة رجالها وأبناء هذا الوطن الذين يسهرون ليلا ونهارا. أتعرف أن فيه بعض الأشخاص ينامون على الساعة الثالثة والرابعة صباحا وهم واقفون من أجل استقبال الضيوف. أنا نعطيك صالح بوطاجين وعمر مطامري، الثلاثة الرابعة تاع الصباح ما يرقدوش من أجل استقبال الحكام، استقبال الضيوف، استقبال كل الناس. حتى أنتم على بالنا باللي تسهروا حتى الثلاثة تاع الصباح، الرابعة تاع الصباح. لا أنا اتصلت به الثلاثة تاع الصباح سبتك، يعني بكل صراحة كل الناس مجندة من أجل إنجاح هذه التظاهرة. فيما يخص التحكيم، التحكيم بدأ وصول الحكام ابتداء من يوم أربعة 4 جانفي بدأت اللجنة الذين وصلوا هي لجنة التحكيم. 4 5 6 آخر من وصلوا اليوم 7 كل الحكام. 52 حكم موجودين في الجزائر في فندق 5 نجوم، في فندق 5 نجوم تحت إدارة اللجنة التحكيم للكاف
برئيس لجنة التحكيم في الكاف، تتكون هذه الحكام من 52 حكم، 40 حكم ساحة و12 حكم فار، هذا أولا. وكذلك متكونة من 18 مكون بين لجنة التحكيم والفيزيك وكل الأمور والفار، كل هذا الناس يعني وصلوا إلى 70 كلهم. هذا الجماعة من الاتحاد الجزائري على اللجنة متصلوا برشيد أوكالي، هو يعني الاتحاد الجزائري، الأمين العام، كل الناس هذو متصلوا بهم من أجل وش يخص. نرجع الآن كل الحكام في ظروف جيدة وجيدة جدا في حياة الجنسي. لماذا اختير هذا الفندق حياة الجنسي بمطار هو لبومدين؟ لأن كل الحكام سيتنقلون إلى الملاعب الأخرى، إلى وهران، قسنطينة، عنابة، تسهيل عملية كل الحكام في ظروف جيدة وجيدة جدا. افتتح التربص اليوم صباحا بالفندق، يعني بإعطاء توجيهات، بإعطاء بأول دروس كيفية الدرس الأول أعطيه صباحا، وفي المساء تنقل كل الحكام إلى ملعب 5 جويلية لحصة تدريبية، يعني وغدا صباحا إن شاء الله ستكون كذلك حصة تدريبية أخرى. الآن كل الظروف مهيئة بكل صراحة، يعني الاتحاد الجزائري ولجنة تنظيم الشان وفرت كل الإمكانيات لجميع الحكام ولجميع لكل أعضاء الكاف المختصين بالتحكيم. الفار موجود في الجزائر، حتى غدا راح يديروا كيفاش نقولوا دورات تكوينية وديزيسي، نشوفوا في ملعب في الفندق موجود في ملعب 5 جويلية، غدا سيبدأ يعني كل التحضيرات. أتدري في الكاميرون بدأ الفار في من الدور الربع النهائي، في الجزائر سيبدأ الفار من المباراة الأولى إلى النهائي، كل المباراة الكان ويتكلم على الكان. أنا أتكلم على الكان، كأس إفريقيا للأمم الأفريقية بالكاميرون. بالضبط. بدأ الفار في الربع النهائي، وقت تحسب في الجزائر سيبدأ الفار ابتداء من مباراة الافتتاح إلى المباراة النهائية في الشام، في الشام وليس في الكاف، ولأول مرة تحدث. بالضبط. لم تحدث الشام من قبل. صحيح. لا في الشام ولا في الكاف. لا في الشام ما كانش فيه حتى من الدور الربع النهائي، ما كانش أول مرة اللي راح تحدث. معنا الجزائر وفرت إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا من جميع النواحي. أنا لما أقول لك الحكام في 5 نجوم يعني مش مهمة، كل الأمور مضبوطة وكل الأمور يعني تمشي على مرارة. الأسبوع هذا رحيد يديروا كل يوم دروس وتوجيهات وتحليلات بعض الفيديوهات وكذلك. والآن يبقى شيء واحد برك، هو مع لجنة الشار اللي نقول هو لا ريزيرفاسيون تاع الحكام لما يروحوا القسنطينة. تعرف أن لجنة التحكيم لا تعطي أسماء المباريات، أسماء الحكام ورد 48 ساعة فقط قبل المباراة باش نكونوا يعني موجودين روحتينا. والحكام كل مباراة في وهران قسنطينة يروحوا 6 حكام، 6 حكام في الدور الأول و 8 حكام في الدور الثاني. أنا نهضروا على الدور الأول فقط، الدور الثاني فيه 8 حكام ولي ريزيرفاسيون راهم مديورين يعني هذا يعني كل التسهيلات موجودة، كل الأمور مضبوطة يعني لحد الساعة. أقول كوتي أربيتراج من جهة رئيس لجنة التحكيم في الجزائر جمال حيمودي راه الآن في الفندق، يعني سهر مع الجماعة كلهم، راهم سهرين من أجل راحة هؤلاء الحكام الذين سيبدأون الدورة في ظروف جيدة وجيدة جدا. الله ما تكونش فيها أخطاء كبيرة. لا أخطاء كانت وما زالت وستبقى، ولكن الآن الفار الشيء الجميل هو أن الفار موجود وحكام الفار موجودين. ولكن شفنا في كأس العالم، شفنا في كأس العالم بالفار والأخطاء موجودة، صح ولا لا؟ ماشي كي جا في بلادنا وفي الجزائر خلاص. يجب على الجميع أن يعلم بأن الخطأ في كرة القدم هو موجود، جزء من اللعبة، جزء من اللعبة، جزء مهم، جزء من اللعبة. كاين يعني فروفير يقول لي أنه الميار أربيت سي لوي كي كومي لو موان دو فوز، يعني
ما كاش اللي ما يخطاش، هو انسان مخطا مستحيل ما تكونش، ولكن يعني التحكيمين ان شاء الله ستكون في المستوى. لدي سؤال اخر ساطرحه بعد الحضر الذكريني، ولكن قبل هيكل نذهب الى يرتاح قليلا ثم ساعود اليه بعد لحظات، ولكن قبل ان نذهب الى الفاصل نعمل فاصل اخر نتكلم على الشان، ولكن المنتخب الاول يهمنا كثيرا محمد جمال مع التصريحات الاخيره لرئيس الفاف والحديث رسميا عن تمديد الناخب الوطني جمال بالماضي لعقد واسماء قادمه لتدعيم المنتخب الوطني. تلاميذي شارك لي لانه الامر مهم، انا اسال الاعلامي وبعد ذلك اسال الفني. قال بانه شيء مهم. لا مهم جدا. لا الفريق الوطني الاول كان قال انه في التجديد صحيح، وهي فرصة لهاد اللاعبين المحليين حتى طبعا. جدا ولكن أنا نظن بأنه حان الوقت من أجل البحث عن أسماء أخرى ولاعبين آخرين ينضمون إلى المنتخب الأول. الشيء اللي صرا إلى حد الآن وهو أنه الفاف توصلت إلى اتفاق مبدئي يعني معنوي ومبدئي مع عوار، هذا أمر مهم جدا. الملاحظة وهو إضافة نوعية بالنسبة لي الناخب الوطني وللمنتخب الجزائري. الملاحظة الثانية هو أنه لأول مرة منذ 62 قبل بعد المنتخب جبهة التحرير الوطني، لأنه كانوا لاعبين محترفين كبار في فرنسا والتحقوا بجبهة التحرير الوطني وكانوا سفراء الكرة الجزائرية والثورة الجزائرية الكبيرة. لأول مرة واحد لاعب لعب في المنتخب الفرنسي وبعد ذلك يأتي للمنتخب الجزائري. مصطفى الزيتون. لا هضرنا على الفلان. لا عوار هو الوحيد الذي لعب بألوان منتخب الفرنسي بعد ذلك جاء إلى المنتخب الجزائري بعد تحويل أو تغيير الجنسية الرياضية. لم يحدث في اعتقادي وفي ظني لم يحدث هذا من قبل، لأول مرة تحدث هذه الحادثة، لأنه لعب في الأكابر. كلهم انتظروا إلى آخر دقيقة لكي يكونوا مع المنتخب. الأسماء الأخرى آيت نوري هو أيضا مكسب، وحسب تصريح رئيس الاتحاد الجزائري السيد جهيز بزاف يقول بأنه رسميا تحصلنا على الأوراق لآيت نوري. أما اللاعب الثالث نقول بصراحة كان هناك كلام ولكن كلام زائد عن حده وغير صحيح، قال لم نتوصل وليس هناك اتصال مباشر أو غير مباشر مع غويري فقط. الدنين شعيبي موجود ضمن القائمة وممكن يكون مع المنتخب الجزائري يعني مضمون، ولكن غويري الشيء اللي تقال هو أنه رئيس الفاف لم يتكلم عنه وقال بأنه مضمون ولا أنه تواصلنا معه بشكل مباشر أو غير مباشر. ولكن أيضا غويري ماهوش وحده في الميدان بالنسبه لهذه العمليه، حتى الاتحاد الفرنسي اظن بان غويري هو واحد من اللاعبين الذين سيلتحقون بالمنتخب الفرنسي وعنده فرصه كبيره من اجل ان يكون. حتى اللوبي او ربما الصحافه الفرنسيه او تدخلت في الموضوع من اجل قطع الطريق على غويري من اجل ان يصل الى المنتخب الجزائري، اظن ذلك لانه اللعبه ليست فقط هكذا في الظاهره، هناك أيضا لعبة موجودة في الكواليس. والصعيبة أيضا الأصعب من ذلك كريم هو أنه كل لاعب يلعب في ليون هو أصعب صح شيء ممكن يوصل للمنتخب الجزائري. خلاص يخدم مع الاتحاد الفرنسي طبيعي جدا ويدي اللاعبين الموهوبين الافارقه والجزائريين والتوانسه وما الى ذلك الى المنتخب الفرنسي. هذه اخر اخبار المنتخب الجزائري واللاعبين طبعا برؤيتك النقديه طبعا. والان ساذهب طبعا كاعلامي ساذهب الى امين عوديه تمديد عقد جمال بالماضي وهذه الأسماء التي ستنضم لها في المنتخب، كيف تقرأه من الناحية الفنية؟ صعب القراءة. أول سوف أعطيك سوف أدقق بعض الشيء. تفضل. أصبحنا تحت رحمة قرارات هاد اللاعبين، فلهذا يجب أن نبني بالتكوين. منذ 2019 الناخب الوطني لما حاز على كأس إفريقيا الناخب الوطني ربما أراد التجديد ولكن لم يتمكن من استفادة من لاعبين. جاءت بعدها كأس العرب، هناك بعض اللاعبين الذين تألقوا في بداية كأس العرب ولكن جل اللاعبين الذين تألقوا هم لاعبين المنتخب الأول. الناخب الوطني منذ 2019
لا يوجد لاعبين متميزين بإمكانهم تدعيم المنتخب الأول. فلهذا نراه لنا لا أحمل المنتخب الأول النتائج السلبية مثلا أو الخروج من الدور الأول، خروج من كأس إفريقيا في الدور الأول وعدم تأهل للمونديال، لأن عدم تأهل للمونديال هذا شيء آخر. ولكن تجديد هذه المرة أنت تحت رحمة قرارات لاعبين، فلهذا أراه أن الآن الوقت مناسب لأقول المنتخب المحلي فيه لاعبين يستطيعون أن يدعموا، ولكن هذا يربط بتألقهم في هذه الدورة، فيجب تسهيل للناخب الوطني المأمورية. مجيد بوغرا يعلم ما يقوم به ويعلم أن يوجد ديتالون في هذا المنتخب، ولكن كيف يمكن لنا أن نبني على هاد اللاعبين لكي يكونون في المنتخب الأول؟ صعب جدا أنك تبقى تحت رحمة قرارات اللاعبين، لأنه صعب جدا تتخذ قرار. المنتخب الفرنسي يضمن لك ربما مستقبل أفضل من لو تجي، ولكن يوجد الحنين أيضا ويوجد ولكن هذه تصعب على الناخب الوطني. بالنسبة للتشكيلة مع بقاء جمال بلماضي كيف تراها؟ أنا مع بقاء جمال بلماضي وأريد الاستقرار، لأن أعلم جيدا ما يمكن إعطاه هذا الناخب، خاصة لما تعطيه الوقت الكافي. الناس تدعمه، الجمهور يدعمه، ولكن يجب أن ينزع قميص جمال بلماضي الشخص ويرتدي قميص جمال بلماضي الناخب الذي عودنا منذ 2018 حتى 2019-2020 وبعدها لما أخذنا كأس إفريقيا. هو شخص يمكنه أن يداول الانتقادات، هذا شيء مفروغ منه، ولكن دخل في بعض من التعصب، ونعلم جيدا أن كبار المدربين لما يدخلون في التعصب صعب جدا أن يدخلون. كيف ترى في سؤال واحد، كيف ترى صورة المنتخب الأول في الفترة القادمة؟ له كل الوقت حتى كأس إفريقيا أن يجدد في بعض المناصب، يجب عليه التجديد وخلق نوع من المناصب. الآن رأيت فيه كثير من المناصب، منصب الهجوم مثلا، منصب المدافع الأيسر، منصب همزة الوصل العوار يمكن أن يساعد كثيرا. رأينا أن عدم تأهلنا لكأس العالم في مباراة الكاميرون، لو رأيت جيدا أن جروقي كان خارج الإطار، يتمتع بإمكانيات بدنية وفينية هائلة ولكنه كان خارج الإطار. لو كان عندك مثلا عوار في هذا المنصب، لو ما الخبرة ما يكفي ومتعود بالأجواء الكبيرة، احنا هناك بعض الخلل في المنتخب الأول. أنا لم أكن مع زروقي أريده في المستقبل صحيح، ولكن فيه مباريات يجب عليك يكونوا لاعبين ليرفعوا إلى الفريق. كم عدد اللاعبين في رأيك اللي ممكن يكونوا؟ خمسة على الأقل، خمسة ستة سبعة، ممكن أكثر، سبعة، ثلاث أو أربعة لاعبين سوف نساعدهم لكي يكونوا في المنتخب الأول من المنتخب المحلي، وعلينا إن شاء الله يكونوا ثلاث أو أربعة لاعبين يمكن يعطونا الإضافة. علما أن عوار كريم مطلوب في إسبانيا من بيتيس ومطلوب في إيطاليا. عوار في روما يساعد. نعم. يساعد جدا في هذه التشكيلة. إن شاء الله الحديث طبعا عن المنتخب الوطني الأول سيتواصل، ولكن كان فاصل هكذا لأننا سنركز على الشان وعلى المنتخب المحلي، وبعد ذلك مع بداية شهر مارس ستتجدد إقصية كأس أمم إفريقيا وسنركز على المنتخب الأول. فاصل هيكل وبعد ذلك نواصل هذا النقاش الثري.
مرحبا، نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، ونجدد الترحيب بضيوفنا من القارة السمراء في عرسها الكبير شان الجزائر. والكل طبعا رشيد ينتظر حفل الافتتاح. تكلمت في الندوة الصحفية، ولكن اليوم نريد أكثر تفاصيل مع اقتراب موعد هذا الحفل الكبير الذي ينتظره الجمهور بشغف، رغم أننا نعرف أن المدة ستكون قصيرة بالنظر إلى قوانين الكاف والفيفا أيضا. حتى فيه صحيح إن شاء الله يكون حفل في المستوى، ولكن راح يكون مغاير. نأكد بأنه راح يكون حفل إن شاء الله مميز، راح يمثل كل يعني المناطق الوطن، لأنه الجزائر قارة فيه العديد من الثقافات في كل المناطق متنوعة، حتى الثقافة الإفريقية راح يكون، وراح يكون فيه نجوم، سيكون فيه نجم من الأغنية الجزائرية وأيضا جزائري. مسكين ما كنا نعرف الأسماء، أنت مقرب. لا نعرف الأسماء، نعرفها إن شاء الله. لأن لو يعطيك الأسماء من بعد تروح الحلاوة تاعها. نظن اللي راح يجي الوقت اللي نعرفه يعني. لأنه راح يحل بالجزائر والناس راح تشوف بأنه صحيح، وفيه بعض النجوم أيضا من نجوم كرة القدم الإفريقية يكونوا حاضرين إن شاء الله، سواء في حلف الافتتاح أو حتى خلال البطولة، خلال البطولة أو حتى في حفل الافتتاح. أبنا بالنسبة لحفل الافتتاح كان عندنا يعني كانت بعض الخصوصية لازم نسطرها. حفل الافتتاح ما يخفلكمش، حنا طلبنا حتى نغير يعني، كان فيه مباراتين اليوم الأول كان وهو يوم جمعة، كان حفل الافتتاح راح يكون الساعة الثالثة يعني وقتاش يكون دخول الأنصار. طلبنا من الكاف تغيير، والكاف يعني وافقت على طلبنا يعني، لكن في مدة ماشي كبيرة، صغيرة يعني. وحنا كنا مشينا في حفل الافتتاح اللي كان راح يكون في يعني في النهار مش في الليل، معناها راح يكون حفل الافتتاح كنا من الافضل، لو كان عندنا معلومه بانه راح يكون في الليل، راح يكون فيه يعني دوتر زيفي اللي يكونوا واجدين، راح نحاولوا نلحقوا نضيفوهم في حفل الافتتاح. ولكن ان شاء الله حتى مع كل هاد يعني العوائق ان شاء الله يكون حفل الافتتاح المده يكون بين 20 و 25 دقيقه. البرنامج فني ثقافي رياضي كل شيء فيه ربع مراحل راح يكون يعني تراث الجزائري، بعدها تراث افريقي ايضا، وفيه مفاجاتين في الاخير، لانه فيها اللي قلت هاد النجوم اللي راح تكون، وفيه مفاجاه اخرى اللي عندها علاقه يعني ايضا مع الملعب. مفاجاه مع الملعب يعني انا واضحه شويه، هذا مفاجاتين جماعه ذكرني ما حبش يقولنا ولا واحده دافع على رشيد، ما حبش يخليه يتكلم حيت نعرف هو راه معنا، هو راه معنا. يعطيك مفاجاه التحكيم، يعطيك مفاجاه غير التحكيم. الحكم يلا اذا سنساله على التحكيم. لا شاهدنا في المونديال الوقت الاضافي يحتسب بالفار وطويل 15 ودقيقه 20 كاملا، هل ستطبق هذه اللي كنت تسميها بتوصيات؟ لا ماشي توصيات، بل نكونوا متفاهمين مليح في قوانين اللعبة. هناك التغييرات لموديفيكاسيون، وهناك لموديفيكاسيون لكلاريفيكاسيون، التوضيحات هذو يجوا في قوانين اللعبة. وفي الدورات كدورة الشان هناك ليزوريونتاسيون، التوجيهات. أسألك عن توجيهات البارح بداو ستعطى هناك توجيهات للحكام ماذا سيكون. اليوم بدات التوجيهات، أنا ما نعطيكش كلش، لا بنعطيكش قلت لك هنا هناك التوجيهات للحكام. نعم هناك التوجيهات ستعطى للحكام، هذه تاع في كاس العالم تاع وقت اضافي. واش قالوا عند تسجيل الهدف لابد على الحكم ان يضيف دقيقه ونصف عند تسجيل هدف، لان فيها وقت ضائع. هنا درك نشوفوا هل الكاف ستعطي نفس التوجيهات. القوانين لم تغير، في التغيير عنده نصف دقيقة، لما تدخل لاسيفيار عنده دقيقة، هذه ما تتغيرش، ولكن في التوجيهات سيتحدث ماذا ستعطي لجنة الحكام للحكام. ماذا تتوقع؟
سيدي محمد، انا لا اتوقع قريب. انا ارى ماذا سيعطى للحكام، ولكن ماذا تتوقع انت قريب من لجنه التحكيم؟ سامحني لجنه التحكيم مستقله في الكاف هي التي ستقدم كل لجنه التحكيم في الجزائر. نقول لك ماذا اتوقع، ولكن لما كاينين مسؤولين في الكاف، لجنه التحكيم الكاف هي التي ستقدم. خرج المعلومه لو كان هناك قراءه. لا رشيد، ممكن ان نقرا يعني بخبرته، حتى انا في كاس العالم خبرته الطويله ممكن ان يقرا. لا هو عنده المعلومه، ما يقدرش يعطيك توقع. عنده معلومه ما يقدرش يعطيك توقع. بخبرته الطويله قد يتهرب لك بكل بساطه. لذلك لاحظنا في كاس العالم المباريات الاخيره ولا الوقت اللي ضافي ماشي كبير كما في المباريات كانت فيها تعليمات ولا لا؟ لا ماشي على التعليمات، كان وقت شفنا خمس دقائق. صحيح. نعم ماشي 14 ماشي 9 و10 ولكن ما كانش سبع اهداف ثمان اهداف كما شفنا مع اسبانيا، شفنا مع الارجنتين، شفنا زادوا خمس دقائق وزادوا خمس دقائق وزادوا ست دقائق. يلا اتفقنا يا سكريني، هذه الدوره لا ما حبوا يكركروني ويجيبوني لا نهضر ما يقدروش. انا قلت الجمل منذ لحظات انت تتعب نفسك عبثا لانه زكريني ما ماشي دخل معاه شويه عنده المعلومه ما يقدرش يعطيك المعلومه. يلا المهم هذه الدوره ايضا امين عوديا هي ليست كرة قدم فقط، هي الترويج لجمال الجزائر الرائعة الحبيبة الغالية على قلوبنا. من أين نبدأ هيكل؟ هل نذهب إلى الباهية وهراء لأنه ملعب الراقي اكتشفنا جماليته واكتشفنا كل الصور منذ لحظات وهران؟ نيلسون مانديلا باسم كبير طبعا زعيم افريقيا. قلت تحدثنا عن ملعب الراقي بكل جوانبه، نشاهد صور ملعب الراقي أم نذهب إلى الباهية وهران هيكل؟ طبعا التحفة الذي أبهر الجميع أبهر حتى المنتخب الغاني اليوم. صحيح. الكل أعجب كل من ملعب الراقي يشهد بأنه إضافة حقيقية. صحيح. تمنيت أنه لعبت في ملعب مثل ملعب الراقي، كل لاعب يتمنى أن يلعب فيه لأنه الملعب يعتبر في المستوى العالي لما تكون يعطيك إضافة قوية لتحضير مباراة مثلا. لا شوف أمين، أنا شفت بعض عدة قنوات أجنبية تتكلم عن الملاعب الجزائرية، البنية التحتية في الجزائر متطورة ومتطورة جدا، نقولها بكل صراحة، هناك عدة ملاعب على المستوى العالمي موجودة في الجزائر. دعنا نكتشف مع هشام السعدودي صالة جالة ويقدمنا هذه الصورة الجميلة على الملعب وبعد ذلك كل مشاكل الجمال. يلا مع هشام السعدودي الذي يقدم لنا هذه الصورة، صورة ملعب الراقي بنوع من الجمالية والإبداع. مبهر هو الوصف الأدق والأتم لهذه التحفة المعمارية التي تحتضن كل إفريقيا من خلال منافسات الشان على هذا الملعب الذي يجوز لنا إطلاق الوصف الملعب الجوهرة. صرح يضاف إلى المنشآت الرياضية هنا في الجزائر والذي سيعطي دفعا أقوى لكرة القدم والرياضة المحلية. وزارة السكن والعمران والمدينة ومنذ إشرافها على أشغال الإنجاز عملت على تسريع الوتيرة وضمان الجودة لتصبح المنشأة على هذه الهيئة الجميلة. الحمد لله تم الانتهاء من أشغال وجميع التجارب والملعب جاهز. ما ترونه اليوم هو فقط عملية تنظيف أو بعض الرتوشات. المنشأة أنجزت وفق دفتر شروط الفيفا بمواصفة عالمية وتحوز على كل المتطلبات بكل التفاصيل وفي كل المجالات. فبالإضافة إلى سعته التي تتعدى 40,000 مناصر وأرضية الميدان التي تم وضعها وفق طرق تكنولوجية حديثة وملاعب تدريب ملحقة وقاعات رياضية ومصحة وصيدلية، غرف تغيير ملابس مجهزة ومناطق مختلطة، مطاعم، أكشاك وقاعات اجتماعات، فندق ونظام أمن ومراقبة متطور وبحظيرة سيارات ضخمة. تم تجهيز هذا الملعب بجميع التجهيزات الحديثة وهذا ما يسمح بأن يضاهي ملاعب العالمية. إفريقيا في ضيافة الجزائر بملاعبها ومدنها الأربع، منها ملعب بالرقي، التحفة في أتم استعدادها والموعد مع اكتشافها وعيش أجواء الفرجة مع بدء منافسات الشان. تحفة بأتم معنى الكلمة، لم تلعب في أمين
ولكن ممكن أن نراك على خط التماس يوما مع الشهادات التي تحضرها. تحفة بأتمان الكلمة يا جمال، ولكن سكرين نذهب إلى الباهية وهران بجمهورها الرائع. كنا نتكلم عن الجمهور، ولكن أبناء الباهية يقدمون درس في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. في كرة القدم لعبة الأكثر شعبية قادر تشوف الجمهور، ولكن أنك تشوف رياضات غير معروفة القاعات مكتظة لا يحدث إلا في الباهية وهران. صورة تاريخية بالنسبة لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وبالنسبة لحضور الجمهور القياسي حتى في سيك أيضا. في سيك ملعب سيك حتى في سيك، وجمالية المدينة فرصة لاكتشاف عراقة هذه المدينة أيضا، مضيافة أيضا، مضيافة ونحن نشاهد الصور. نعم جميلة وهران تقبل الزوار، مزج بين الخضارة والعراقة والبحر وكل شيء. المدينة الثانية للجزائر، ما نساوش هذه، لا دوزيام فيل دارجيني. ملعب ميلوداد في أصبح الآن معروف بالنسبة للجميع، احتضن الحدث حدث ألعاب البحر الأبيض المتوسط وكذا مباراة المنتخب الوطني. الفنادق أيضا نقطة قوة هذه المدينة أيضا رشيد، وكل خاصة مدينة وهران فيها العديد من الفنادق بخمس نجوم وكذا أربع نجوم، والكل يعني راضي على اختيار الفنادق. كل الفرق اللي جات وشاهدت الفنادق تاعها برك بين قوسين مدينة وهران استفادت أيضا من ملعبين تدريب جدد خاصين فيه ملعب ثاني ملحق بملعب ميلود هدفي، وفيه أيضا ملعب آخر اللي هو كاستور لإعادة تهيئته بالعشب الطبيعي، وهو إن شاء الله في حلة جيدة. إلى مدينة تحبها كثيرا زكريني، ليس عندنا قسنطينة، يزي بركة بابا قسنطينة أنا وقت شوية لا طبعا قسنطينة من أب شيد حملاوي تغير تماما، أصبح جوهر وتحفة. ومدينة الجسر المعلقة شاهد الجزائر. شوف شاهد والله الوفود الإفريقية انبهر في مدينة قسنطينة. شوف قسنطينة مدينة المبادئ تراث الجزائر، تاريخ وعلم وثقافة. كل مدن الجزائر لها تاريخ، لها ثقافة. الجزائر قارة بأتم معنى الكلمة، 2 مليون أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع، البلد الأول في إفريقيا من حيث المساحة، بلد مذياف له تقاليد من الشرق إلى الغرب من الشمال إلى الجنوب. لكات سيزون في سيزون واحدة تستمتع حقا، تستمتع في بلد الأمن والأمان أيضا، لأن الأمن والأمان مهم جدا في الدورة. جمال عشنا كؤوس إفريقيا، عشنا حتى المونديال، في المونديال وكان هاجس الأمن، ولكن زلنا كأس إفريقيا في ملعبين فقط. صحيح. الآن أنا في أربع ملاعب، هي تمام الملاعب صراحة. كنت جلسة ولعبت في ملعب شوف حملاوي حقيقة رائع. الآن أصبح اليوم بحلة أخرى، بحلة أخرى. وملعب قسنطينة صحيح صغير، ولكن فيه كل المواصفات ليحتضن أي مباراة. حتى من داخل رشيد غرف تبديل الملابس، صحيح كل شيء تغير، كل شيء تغير، يعني مبهرة. يعني كان فيه غرفتين فقط لتغيير الملابس وغرفة واحدة للحكام، الآن عنده حسب المواصفات الدولية أربع غرف تغيير ملابس، غرفتين للحكام، فيها يعني ديزانفيرميري، غرف للكاف، ندوات صحفية، صحيح كل شيء. حتى يعني الجناح المخصص للإعلام هو جناح كنا نشوفوها في كل ملاعب الجزائرية، الصحفيين ينزلوا في أرضية الميدان. صحيح. حتى يتنقلوا يعني إلى يوم الدخول مباشرة، اليوم كل شيء. يلا نواصل الجمال يا رشيد إلى ملعبين شخصين أعتبروا من بين أجمل الملاعب من حيث الهندسة ومن حيث الشكل. صحيح. أيضا اليوم يعود بجمالية أخرى، لا تعتبره من أحسن الملاعب رأيي في إفريقيا، ليس في الجزائر فقط. لا أعطيت رأيك ولكن لا تعتبره من أحسن. خلينا نكتشف أيضا الهيكل جمالية الخبز والملح، هو هي بونة يعني بونة الساحرة، عنده أسباب باش يهضر هكذا. طبعا خبز والملح طبعا بونة أمين تعود للاحتضان، هي أيضا كانت حاضرة عام 1999. هي التي افريقيا لعبت في الجزائر العاصمة وملعب التاسع عشر من مايو.
جميلة. يلا ماذا يرجى إذن عن نابا ضيوفنا الأفارقة؟ أين تنصحهم زكريني؟ بماذا تنصحهم الأماكن اللي زوروها؟ لا عدة أماكن بكل صراحة. كل أماكن. كل أماكن. أمثلة لمن لا. راح للطريق البحر ممتازة وجيدة. شاطئ سيكلو تروح سرايدي. كاين المركز تاع وزارة الشباب والرياضة تاع كرابس تاع سرايدي يعني بكل صراحة كل الأماكن. والأكلة. الأكلة حاجة نسقسها الأكلة تأكل حاجة البولاك طبعا هذه الجزائر الرائعة والمضيافة جمال بعرقتها وتقاليدها في كل منطقة. في قسنطينة الأكلة المشهورة جمال عندهم كثير. لا شوف كل مناطق الوطن شخشوخة شخشوخة لحم الزيت شخشوخة في علابة وشخشوخة في بسكرة وشخشوخة ولكن تختلف فقط هذا بك. عندهم جوزية عندهم جوزية في قسنطينة عندهم حمص دوبل زيت يا رجل حمص عستد عصبح يا رجل طبعا هذه طبعا هي فرصة لضيوفنا الأفارقة من أجل اكتشاف لأن نقول هذا الكلام وش عجبني أنا تنظركها يعني نعود تدريجيا إلى العشب الطبيعي كل الملاعب شيء الجميل والجميل جدا أن عودة كل الملاعب نعود إلى العشب الطبيعي ماشي في الملاعب فقط كما تكلمنا على ملعب وهران كان فيه ملاعب يعني بالعشب الطبيعي أيضا في نادي قسنطينة كان فيه أيضا إنشاء يعني ملاعب أيضا جمال ملاعبي دويرة وتيزي وزو ببعد عالمي آخر والملاعب تهيئت ملاعب أخرى صراحة الجزائر ستأخذ بعد آخر من حيث المنشآت لا أعتقد أنه فيه بلد إفريقي آخر عدا جنوب إفريقيا لنظر كأس العالم نحن في ذلك فارق صراحة كريم أنا سمعت بعض التصريحات لصحفيين ملعب 5 جولي سيأخذ أيضا بعض آخر حتى تشاكر هو في التهيئة اليوم وموجود في البرنامج هو في التهيئة سمعت صحفيين كبار اللي عملوا في إفريقيا وفي الدول العربية يفتخرون ومنبهرون بهذه الهياكل والمنشآت الرياضية في الجزائر نذكر كريم فقط حتى هذه السلطات الوعية للبلاد هي اللي سهرت على هذا الإنجاز الكبير بأيادي جزائرية الجزائر وأفضل قرار بالنسبة للسلطات الوعية للبلاد ونقولها بكل صدق وصراحة من السيد الرئيس هي عندما أسند المهمة لوزارة السكن لإتمام هذه العملية التي كانت متعطلة مجمدة لسنة مجمدة متعطلة في ظرف قياسي قصير وبالتالي زادت العملية وكبرت بين قرصين أخويا جمال نعم صحيح كان قرار سيادي كان وكبير. قرار سيادي ولكن حتى السهرين الآخرين هني جايك جات ولات كأنه جبدوهم يعني لأنه من ملعب قسنطينة وملعب عنابة رفضوا من طرف العدم رفضوا من شركة على الرفض ملعب قسنطينة وعنابة كانوا تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة صحيح وشوف اليوم يعني أيضا نتيجة لأنه نقولوا كانت لوكوموتيف نقدر نقول لوكوموتيف رشيد ولكن في ظرف قياسي مصلحة رشيد لا هو على بالي ملعب عنابة رفض في البداية من طرف صحيح ملعب عنابة ملعب قسنطينة وملعب الراقب لم يبقى كثير من وقتي يا سادتي لأني أريد أن نختم هذا البرنامج طبعا مع المسؤولين والمكلفين بالبرمجة أيضا حتى أختم بجمالية أيضا هذا البرنامج عندنا ضيفنا عندنا ضيوفنا وعندنا ضيفنا اليوم سنعيده إلى الزمن الجميل أيضا ولكن قبل ذلك أيضا مثل ما في شخصية أيضا لا يمكن أن ننساها أيضا اعتزلت ويجب أن نتوقف عندها أيضا ولأدار شركة في دورتين كأس أمم إفريقيا المحليين هو عبيد شارف الذي اعتزل التحكيم نهائيا ويوسف رزيق أرافقه في آخر اللحظات وعد لنا هذا التقرير اللحظات هذه ربي كتب الخاتمه تكون من ملعب الاربعه وكما يقولوها ماشي المره الاولى اللي حكمت هنا دو غران كلوب
كثر خيرهم استقبلوني مليح فرحوا بيا. حنا حكمنا المقابله كما يقولها هي احتفاليه بصح حكمناها بنفس الطريقه الحمد لله بارك الله فيهم الناس اللي جاوا هنا صحابي الحكام ولا الفرق في اثنين ولا الصحافه ولا كل الناس اللي كانت حاضره الجمهور. انا جيت داخل لقيت الجمهور بكل حي فيا ان بليزير الحمد لله. هو قام من قامه التحكيم الجزائري على مستوى القاري والوطني والمحلي. انا صح انا اونترينر تحم وبريباراتور فيزيك تحم مي اون فيريتي عاوني بزاف لو جروب. شوف الهدف الثالث اللي خلاه مبدا الافضليه اروع ما يكون. هذا هو التحكيم فن، تحكيم فن. 98 دخلت التحكيم مع ان تقريبا 25 سنه وكلها من 2002 وانايا في المستوى الاول الحمد لله. 12 سنه حكم دولي، حكمت كاس العالم، عندي اربع دورات فيفا، عندي ثلاث كؤوس افريقيا، عندي اثنين شان، عندي كل النهائيات، حكمنا في كل القارات الحمد لله. شرفناه كنا في المستوى وشرفنا الناس اللي عاونونا وساهموا في تكوين عابد شرف. عندي مستوى جامعي، انا مهندس باك بليس 5، والدورات اللي عملتهم في الفيفا وهذيك ما لازمني نبقى ديما نساهم في التكوين. من اوائل المباريات لي في القسم الاول البدله اللي كنت نحكم بها، وهذه واحد ما على بالو بها ربما، والله غير مهديني مدالي مهدي عبيد شارف قالت لي في راسي. شفيت عليها انايا بزاف كيفاش تعب لاريسي تاعو كيفاش كيما يقولوها الساكريفيا. حكم اللي قضى ربما اكثر من 25 سنه في سلك التحكيم، وكان سبب من اسباب بروزك انت كذلك وعاونك وساعد حكام كذلك اخرين، اكيد راح تكون مباراه مليئه بالاحاسيس. الحمد لله جاوا فرحوا بيا، انا وجه تحيه خاصه كامل الناس اللي ساهموا في التكوين تاعي، العائله لي مي بارون بابا وما، العائله الصغيره، خاوتي من ساهم سيتو، خاوتي عندي نادر والخضر بليس ليفي كما يقولوها كانوا معايا منين نروح هما الداعمين تاعي بكل. ونقول نختم هذه كما يقولوها تاو اسمك يوسف، الوالد تاعي يوسف وابني اسمه يوسف، نقول بابا بارك الله فيك وان شاء الله نكون فرحتك. هذا اش نقول له؟ هكذا هي الحياه لكل بدايه نهايه زكريم. بطبيعه الحال عبيد شارف مهدي قدم ما عليه، قدم الكثير للتحكيم الجزائري بكل صراحه. هو قال الفضل يرجع كل الناس اللي ساعدوه من قريب ومن بعيد، وخاصة أنا أعرف جيدا أن أبوه كان حكم فيدرالي سابق عمي يوسف، لنوجه له التحية، تحية كبيرة للمهدي اللي قدم. والآن ما نساوش هو راح لجنة التحكيم وهو اللي راه مستكلف بتكوين الحكام المستقبل، حكام الفار، لأنه هو كان مختص، واحد المختصين في الفار. شكرا لما كل ما قدمه للتحكيم الجزائري. شكرا مهدي، ربي يعطيك صحتك إن شاء الله وتعود يعني إن شاء الله. لا يعود لتكوين حكام الشباب إن شاء الله، وربي يعطيه صحته هو وأولاده والأهل نتاعو كل الأهل نتاعو. بالدقيقة برك بس كان راح مازيدش تعطيني كلمة. لا نقولوا الزناز وسيم تزوج الأسبوع اللي فات باباها الحكم الفيدرالي، نوجه له كل الف مبروك والعقوبه للدراري ان شاء الله. يلا قبل ان نختم مع امين عودي، اختم معك رشيد، هل من اضافه او رساله قبل الحدث الكبير المرتقب؟ فقط معلومه بين قوسين، هو قال راهو في لجنه التحكيم، هو ايضا في لجنه تنظيم شان في مدينه قسنطينة وريفالدو في عنابه. صحيح. هذه نبدها المعلومه. هذه النسيب نسيب. يعني وصلنا الحصريات ما عطيها لاش. انا نسيب ريفالدو. تفضل في عنابه. كما كنت نقول بالنسبه للرساله اللي نمدوها، نمد رساله للجمهور، لانه تكلمنا على مباراه الافتتاح لكل التذاكر بعت. ما ننساوش باللي كل التذاكر راهي مطروحه للبيع في منصات تذكيرتي. نطلب من الجمهور اقتناء التذاكر اللي هي بسعر يعني معقول جدا، رمزي وليس معقول، حتى تكون كما شفنا في يعني في ملعب سيك الجماهير كثيره، من اجل يعني اعطاء يعني ان شاء الله اكثر يعني حماس وحضور كبير في هذه البطوله. ان شاء الله تكون من احسن البطولات، من الدورات، ما نتكلمش على الشان، نتكلم على دورات اخرى اللي هي الكام. وهذا يعني وسائل الاعلام ايضا لها دور كبير، ان شاء الله حتى نروجوا حتى للبرنامج. بين قوسين تكلمنا على الاربع مدن، رئيس الاتحاد الافريقي هو حريص جدا على انه يتنقل للمدن الاربعه، وراح يكون هو والوفد المرافق له ان شاء الله يزور المناطق الاربعه.
شنو ماذا نقول عن الزمن الجميل يا جمال؟ الزمن الجميل اللي كان فيه ربما عودية ها؟ كان فيه زمين يلا حبيب. إلى ركن نوستالجيا الفاصل يا هيكل يا قاسمي نسينا أبو خلفة في ملعب وهران أمين عودية كان لاعبا متميزا يسجل بالرأس يراوغ يمرر أجمل أهدافه كانت برأسه طبعا أولى البدايات كانت بألوان شباب الوزداد لم يتغير كثيرا في الوجه وحتى في البنية لكنه كان قويا اكتشف سويا أولى بدايته مع شباب الوزداد ودفع المنافس لارتكاب خطأ ركنية وهدف التعادل ركنية وهدف التعادل من عودية عودية كما سبق وأن قلنا محمد أمين شوف ركنية منفذة هنا عودية يصعد فوق الكل ويستغل خروج غير موفق للطوال ويعدل النتيجة بذلك عمرون هي كرة خطيرة وتدخل الحارس والكرة وصلت إلى عودية محمد أمين على الطائر ويتألق فيها الحارس طوال الحسن وانطلاقا من شباب الوزداد من هناك عودية وتمر الكرة جانبية طويلة والساخنة محاولة أولى في العارضة من عمرون وفي الثانية عودية يتابع ويعدل النتيجة لأصحاب الأرض فتحركت الشباك ومدرجات ملعب باش نراشدو لا ديفا تاع وفاق ستيف خلينا اليوم وين انكيسينا بوت كنا حابين ماركو دومينينا لا بريمير ميتون لي بريمير 20 مينوت لعبنا انا جوي ان بو فوتبول وين من بعد الهدف تاع نصر حسين داي بيرتوربانا شويه سورتو بين الخطوة 3000 لون درنا كاع اللي علينا الحمد لله يا ربي اللي عدنا بالنقطه هذه خيرنا كيف عمري؟ 18 نعم كان عمره 18 نعم أيام الزمن الجميل لاحظت أنه كان تحليل منطقي وموضوعي في ذلك الوقت تحليل المباراة ولكن شباب الوزداد هذه السنة كنت سجلت 11 أو 12 هدف طيلة الموسم تعاقب عليه كل ما من مصطفى بسليني حيوه بالمناسبة هو المدير التقني المدير الفني للمنتخب الوطني تاع الجزائر كرة القدم وأيضا السيد بالعياشي الذي تعلمت معه الكثير والكثير مدير كبير ونحن أيضا سنستفيد كثيرا رقم 13 طبعا هو بدايتي اللي اخترته لأن أول مباراة لي مع شباب الوزداد في السنة الأولى يوم وعمري 17 سنة هو 13 مارس ضد مولودية الجزائر وسجلت فيها هدف ومن ذلك اليوم وانا لا العب برقم 13 الخميس لما راح الاسلام سليماني بعدها الذي سيلعب معلومات حصريه من محمد جرب اكيد انه امين عوديه سينضم الى طاقم واسره القسم الرياضي كمحللنا ايضا في الشان نتشاء مرحبا به سكرين يا ولد راح نقول لهم الشباب عطول اضافه حقيقيه وسعداء جدا ايضا بتواجدك جمال شكرا كنت رائعا وممتعا اليوم رغم انك لم تتحصل حصريه مع سكرين اللي راوغك نوعا ما ولكن نشكرك على كل اضافاتك والحنكه تاعو شكرا لك جمال شكرا لك ايضا امين ان شاء الله سنقدم الافضل في قدم البرامج رشيد نتمنى لك كل التوفيق والنجاح
وانت بحاجه الى دعمنا ومساندتنا في هذه المسؤوليه الكبيره. وشكرا على حضورك وكل هذه. لا شكرا على واجب، شكرا على الاستضافه، ان شاء الله التوفيق لنا جميعا ان شاء الله. محمد زكريني شكرا كريم، موفق في مهمتك ايضا ان شاء الله، لانها تتعلق بالوطن بالجزائر وبنجاح الشعب. مشاهدينا الكرام، الى هنا نصل الى نهايه هذا العدد الثالث من برنامج في التسعين. الشكر موصول لكل الزملاء الذين ساعدوني في عدد هذا البرنامج، الى كل عمال الاستوديو رقم واحد بقياده طبعا المايسترو هيكل قاسمي، اسلامي باركي في المساعده، طارق مفلح في الاشراف. الشكر موصول لكم جميعا المشاهدين الكرام، نلقاكم في قادم المواعيد باذن الله.